بعدك بتفكر السريلانكية صنع، الروسية عاهرة، الخليجي رجع، والسوري نوري. خلينا نخبرك انه الخليجي عنده أطول برج بالعالم وانت بتموت لتشتغل عنده. السوري عمل ثورة على نظامه وانت بعدك خروف بينضار بكلمة. الروسي عنده 4650 راس نووي. السريلانكي عنده دولة الوحيدة بجنوب آسيا عندها كهرباء 24 ساعة. انت عندك 60 ملياردين، ساعتين كهرباء بالنهار، 4 ملايين مواطن بلا ضمان صحي، مليون طفل بدون تعليم، وألف مليون ضربة سخنة غيرها. بس أفضل شيء بتنجزه كلبناني هو أكبر صحن حمص أو جات طبولي أو إبريق لي منادة. فعشو شايف حال؟